للمزيد من التحليل ينضم إلينا الآن مباشرة من عمان السيد أحمد عزام المحلل المالي الأول بمجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك معنا سيد عزام، صباح الخير. لابد أن نبدأ بمحضر اجتماع الفيدرالي، هل برأيك أتى بأي جديد يوم أمس محضر اجتماع الفيدرالي الأخير؟ صباح الخير نادين، شكرا للاستضافة. نعم، محضر الفدرال الأمريكي كما كان هو متوقع لم يأتي بالجديد، الإشارات فقط أن الفدرال الأمريكي قادر على المضي قدما بحذر. بكل تأكيد النظر إلى الأرقام الاقتصادية، النظر إلى حالة التضخم التي قد أعطت الأسواق بعض التفاؤل بأن الإمكانية تخفيض أسعار الفوائد بات وارد في منتصف عام 2024. الانقسام على الانقسام أو الاختلاف على الاختلاف السابق. سابقا كنا رأينا اختلاف الفيدرالي الأمريكي بينهم على المضي في دورة تجديد السياسة النقدية، الآن أصبح الاختلاف بين الأسواق والفيدرالي الأمريكي، الأسواق بسعر تخفيض أسعار الفائدة بينما نبرة الفيدرالي الأمريكي لا تزال تضمن إمكانية البقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة زمنية أطول. نادين، هنا أود الذكر بأن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال القليل منه restrictive أو القليل التشددي. عندما ننظر إلى سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة ناقص أرقام التضخم 5.5% ناقص 3.2%، فنحن عند تقريبا 2.3%، قريب الأرقام التشددية عند 2%. فبالتالي لا نزال هناك إمكانية للاستمرار بدورة تجديد السياسة النقدية، أي أن الأرقام الاقتصادية أو الفوائد المرتفعة لم تضغط بشكل كبير على النمو الاقتصادي من ناحية النمو المرن لحتى الآن في الاقتصاد الأمريكي. ربعين متتاليات في الاقتصاد الأمريكي أداء مذهل، 4.9% للربع الأخير. فبالتالي ممكن أني أنا لو تسمحي لنا أختلف مع الاختلاف الأخير بالنسبة للأسواق، أرقام النمو لا تزال مرتفعة، فبالتالي عندما ننظر للحالة الاقتصادية عندما تكون أرقام النمو مرتفعة قد تضغط على التضخم. أرقام الأجور عندما يقارب 4% قد تضغط أيضا على أرقام التضخم صعودا، يعني ممكن أنه نشوف عودة للارتفاع على مستويات التضخم، هذا ما تقوله؟ نعم نادين، على ما أعتقد أن التضخم لا يزال عنيد، لا يزال قد يكون راسخ بعض الشيء. حتى لو نظرنا إلى الكور سي بي آي، أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، لم يسجل الكثير من الانخفاضات في الفترة، أو لم يسجل الكثير من التباطؤ في الفترة الأخيرة. حتى مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخص لا يزال لم يسجل الكثير من الانخفاضات. فبالتالي قد أميل إلى رأي الفيدرالي الأمريكي أن دورة تجديد السياسة النقدية قد يكون أو قد تستمر في الفترة القادمة، مع أن الفيدرالي الأمريكي أخطأ الكثير من بداية دورة تجديد السياسة النقدية، سواء بأخطائه بأرقام التضخم، بأخطائه بتوقعاته للركود، حتى بأخطائه بالنسبة لتوقع دورة تجديد السياسة النقدية، وهو ما لمح عنه في مؤتمر الصحفي جيروم باول عندما ذكر أن المخطط النقطي أو الدوت بلوت هو إشارة فقط لتوقعات وليس لتحركات. فبالتالي أزاحت إمكانية رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر. أحمد، ماذا يعني للأسواق ذلك؟ لأنه اليوم الأسواق عم تحتسب سيناريو أنه خلص المعركة ضد التضخم ربحناها، وبالتالي الفيدرالي لن يرفع بعد ذلك، وبالعكس عم بسعره تخفيض بمارس، والسندات طويلة الأجل تراجع العائد عليها بيوحي بركود اقتصادي، بينما حضرتك تتحدث عن قوة اقتصادية. فبالتالي برأيك ما الغلط الخطأ اليوم الموجود بالأسواق، وأين تتوقع التصحيح؟ الخطأ في الأسواق أنها تعتقد في القرار المستقبلي، بينما الفيدرال الأمريكي هو رد فعل على الأرقام الاقتصادية. أنا أميل إلى أن أرى أرقام اقتصادية أكثر نادين تثبت بأن النمو الاقتصادي قد سجل أداء سلبي، أي أن حتى الآن لسه في عندنا تقريبا ما يقارب 9 أشهر لإمكانية الدخول في مرحلة ركود لو نظرنا إلى التعريف الاقتصادي بالنسبة للركود. فبالتالي أود أن أرى أرقام نمو اقتصادي سلبية، وهو ما قد نراه طبعا بالنسبة لعوائد السندات أو حتى الانفيرجن الانقلاب اللي حاصل، ممكن جدا أن نرى نمو اقتصادي سلبي، لكن أود أن أرى التضخم يقترب بشكل أكبر إلى مستويات 2%، وحتى الكور سي بي آي مؤشر الأسعار المستهلكين الأساسي أود أن يقترب أكثر إلى مستويات 2%. هاي المستويات إذا رأيناها أعتقد بأن الفيدرال الأمريكي قد يكون أو قد يتجه إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، لكن حاليا هي توجهات مستقبلية، توجهات وتوقعات مستقبلية، فبالتالي قد تعطي تحركات الأسواق بالتحركات للتوقعات. لا أعاند الأسواق، لا أختلف مع الأسواق، أكيد تعلمنا تماما بأن الأسواق دائما هي على حق، التوجهات بشكل كبير جدا لضعف الدولار الأمريكي، لكن دائما ما يكون هناك صدمة في الأسواق، أشياء جديدة في الأسواق. فبالتالي شهر 12 قراءة التضخم القادمة قد تكون هي المسير الأكبر لتحركات الفيدرال الأمريكي وتغيير أيضا تحركات الأسواق. شهر 12 قراءة التضخم على ما أعتقد هي الفيصل والحكم لتوقعات أكثر بالنسبة للأسواق في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك سيد أحمد عزام المحلل المالي الأول بمجموعة إكويتي، أهلا وسهلا بك.